بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. ونتبع السنة والجماعة، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، وهي مفضية يعني موصلة إلى السعادات والفوز بالدرجات والنجاة من العقوبات. طبعا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها نعم خيراء الدنيا والآخرة. والجماعة هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، واتباعهم هدى، بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم. وخلافهم بدعة وضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرض على اتباع السنة والجماعة بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ومن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم، كأنه يعني ترك الإسلام. كيف تكون مخالفة الجماعة؟ أحسنت. ما أجمع عليه المسلمون واتفقوا عليه لا يجوز مخالفته. اتفق المسلمون على شيء، ضربنا مثال نحن في الدرس الماضي، مثلا المسلمون جميعا اتفقوا على أن عذاب القبر أمر واقع ثابت. نعم. فيأتي إنسان يخالف هذا ويخرج عن الجماعة في هذا الموضوع. هذا المقصود هنا، هذا هو المقصود. ما أجمع عليه المسلمون نعم واتفقوا عليه، مثل هذا الأمر، مثل أمر مثلا أن الله تعالى يعلم الغيب. تمام مولانا. هل الله تعالى يعلم الغيب؟ جل جلاله. الله يعلم الكليات، الله يعلم الكليات والجزئيات. نعم. الله تعالى نعم لا يحدث في ذاته شيء، الله لا يحدث لا في ذاته ولا في صفاته شيء. هذا أيضا مما نعم مثلا بعض الأحكام، قطع اليد مثلا، السارق تقطع يده إذا تحققت الشروط، بغض النظر الآن تقطع يده يعني ينفذ هذا أو لا ينفذ. لكن من قال يعني القصد قطع يده يعني طرده من العمل مثلا، هذا خلاف الإجماع، يعني يؤولون تأويلات ليست في مكانها. مثلا الرجم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رجم، نعم، وأنه جلد وأنه كذا. فالآن يأتي إنسان يقول لا لا لا، هذا يعني هذا غير مناسب أو إلى آخره. من يقول الحجاب ليس فرضا، من هذه اسمها مخالفة الجماعة. أما الشيء الذي لم يجمع عليه المسلمون إنما اختلفوا أصلا، فمخالفته لا يعتبر مخالفة للجماعة. وعلى هذا تحمل كل الخلافات الفقهية بين المذاهب الأربعة. ما أجمعوا على هذا، بل الخلاف ابتدأ من الصحابة الكرام. لذلك دائما أنتم اقرأوا في كتب الفقه يقولون هذا قول الشافعي وابن عباس، وهذا قول أبي حنيفة وابن مسعود وعمر وكذا. فهذا في الأصل لم يحصل عليه إجماع، إما لكونه ورد بنص ظني أو ورد في القرآن الكريم ولكنه ظني الدلالة وليس قطعي الدلالة فاختلف فيه، بل الله تعالى أراد أن يختلف الناس فيه لأن هذا الاختلاف فيه رحمة، فيه توسعة. تمام. فمثل هذا لا يعتبر خروجا عن الجماعة، خروجا عن الجماعة. هذا هو الضابط، ما أجمع عليه المسلمون. ثم جاء إنسان ليقول لا 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 هذا ما أجمع. والله يا إخواننا يوجد رجل لا يقول بالنسخ. من الذي لا يقول بالنسخ؟ اليهود. ويوجد واحد من المسلمين اسمه أبو مسلم الخرساني أظن، أو أبو، ليس الخرساني، أبو مسلم الاصفهاني أظن هكذا اسمه، يعني واحد جاء الآن رجل من يطبع كتب وكذا، يقول قال فلان، يذكر كل علماء أصول الفقه في تعريف النسخ. الله يقول في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ماذا يقول؟ قال فلان، قال فلان في تعريف النسخ، يعني بيان مدة انتهاء الحكم، ونعم ابتداء حكم جديد وكذا. قال وهؤلاء كلهم أخطأوا. يعني من يذكر؟ يذكر العلماء الكبار في الأصول من البزدوي ومن الشافعي ومن النسفي وفلان وكلهم والمالكي ثم يقول هؤلاء كلهم أخطأوا. لا يوجد نسخ، لأن الله مستحيل أن ينسخ حكما. نعم. وهكذا. فهذا الشذوذ وخروج عن الجماعة، ما أجمعت عليه الأمة. ثم بعد ذلك جاء إنسان ليبطل أقوالهم ويأتي بقول جديد، هذا لا يقبل. هذا خروج عن الجماعة. نعم، ما زلنا نتكلم في هذا، تكلمنا وانتهينا. عبد الحي اللكنوي يقول هذا فيه إخلاف، وأنا أقول هذا حسن. تمام، قل مثل اللكنوي أنت. نحن ماذا يعني؟ اللكنوي أعلم منا. تمام، ونحن قبلنا قولك وقول اللكنوي. هكذا تستريح أنت؟ وأنا أجبتك. عبد الحي اللكنوي من كبار علماء الحديث والفقه، ويعني رجل اللكنوي متفنن. تمام. وأنا بالنسبة لأمثالي لا أكون ذرة من غباره، يعني والله حقيقة. فأنا عندما أقول شيء أقول بأقوى قول العلماء، إذا خالف أحدهم على الرأس والعين، ما في مشكلة، لا يضر. أصلا الصحابة الكرام لا خلاف بيننا وبينكم في مثلا قدر الصحابة، يعني هذا لا يوجد خلاف. أما هذا الحديث هل يصح؟ هل معناه صحيح؟ كذا يوجد خلاف. تمام تمام، ما في مشكلة. طيب أستاذ، المؤمن إذا أنكر عذاب القبر يخرج من الجماعة ولكن لا يخرج من الدين. أحسنت، أنت شيخ الإسلام حقيقة. شكرا كثيرا. نعم، جمع هذا الجملة جميلة أبدا. نعم، أي والله، أي والله، لأن إخواننا شيخ الإسلام سيدي، لأن ليس كل شذوذ عن الجماعة هو كفر، قد يكون فسقا بحسب الدليل. لاحظ مثلا ما قالوا منكر الإسراء كافر، منكر المعراج فاسق. واضح مولا؟ ما السبب؟ أيضا منكر عذاب القبر لأنه جاء بأحاديث، يعني هو الحقيقة بينه وبين الكفر يعني علماؤنا يمكن قالوا ليس كافر ورعا، لكن هو جاء في عذاب القبر أحاديث. لك يا شيخنا افتح صحيح البخاري فقط، يوجد عشرات الأحاديث، عشرات في البخاري وفي مسلم وفي كل فهو يعني بينه وبين التواتر، تمام. وفي القرآن جاء عذاب القبر في القرآن، لكن لأنه بغير لفظ عذاب القبر فجعلوا هذا شبهة مسقطة لكفر من أنكر، وإلا بينه وبين الكفر يمكن شيء شعرة كما يقال. نعم. أما يوجد آيات يعني تكاد تكون صريحة في هذا. نعم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والله يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ما معنى غمرات الموت؟ يعني سكرات الموت. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، لاحظها، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم، لاحظها، الملائكة باسطوا هذا الإنسان الفاسق الظالم، الملائكة تقف أمامه تقول يلا 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 قبل أن يموت شيخنا. يراهم، والله يراهم، يقولون تمام نحن كنا ننتظر هذا الوقت منذ زمان. شيخنا يوجد استقبالان، يوجد استقبالان، والله يوجد استقبالان من الملائكة. الاستقبال الأول للمؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لاحظ، ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى تتنزل؟ لاحظ ماذا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متى في الحياة الدنيا؟ عند الموت. وفي الآخر لا تخف لا تخف. انظر، لو أنت مثلا تأتيك الملائكة عند الموت، ترى أنت تخاف من الموت، فترى الملائكة تقول لا تخف لا تخف لا تحزن، أهلا وسهلا نحن معك، لا تحزن لا تحزن، سنرافقك إلى أن تصل إلى الجنة، معزز مكرم كذا. الله أكبر. هذا شكل، ويوجد شكل آخر، هذا هو ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدي أخرجوا أنفسكم يلا اليوم تجزون عذاب الهون. فاليوم، اليوم، وهو الآن يكلمونه اليوم، هذا أكبر، ما قالوا يوم القيامة، اليوم يبدأ عذابك، هذا في القرآن في سورة الأنعام. فهذا دليل قوي جدا جدا على عذاب القبر، لأنه يقول له اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون. والله يقول في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا، هذه الفاء للترتيب والتعقيب شيخنا، أغرقوا فأدخلوا، يعني لما غرقوا دخلوا إلى النار، نار القبر يعني، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهذه أدلة تكاد تكون صريحة في عذاب القبر والعياذ بالله. فلذلك يعني إنكار عذاب القبر خطير جدا. نعم. فيخرج عن الجماعة، لأن المسلمين كلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة إلا وسأل تعوذ بالله من عذاب القبر أبدا. هذا إجماع. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعث. نعم. كيف أن نفهم هذه الآية الكريمة؟ ما هو؟ هو هذا اسمه مرقد، مكان. إيه شيخنا، هذا القبر بالنسبة لما يعاينوه يوم القيامة ينسون ما كانوا فيه. شيخنا يوم القيامة أهواله وشدائده عندما يرون هذا، طبعا هذه الآية تكلم العلماء فيها كثيرا، واضح مولانا؟ فبعضهم بعض العلماء ماذا قال؟ قال عندما يرون شدائد يوم القيامة، الله ماذا سمى يوم القيامة؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر. فعذاب القبر بالنسبة لعذاب لمشاهد وأهوال يوم القيامة كأنه مثل، بدون تشبيه، إنسان كان نائما ويعذب في نومه، يعني يرى منامات مزعجة، قام من النوم فرأى شيء أعجب وأصعب وكذا، نسي ما كان فيه، نسي ما كان فيه، لأن مستحيل أن يتعارض القرآن بعضه مع بعض، فلا بد أن يفهم بهذا السياق. بالنسبة ما يراه الإنسان والعياذ بالله، والعياذ بالله ما يراه أيضا يوم القيامة، كل إنسان له استقبال بحسب عمله. شيخنا الإنسان هنا في المحكمة عندما يكون غدا عنده محكمة وسيحكم عليه إما بالبراءة أو سجن شهر، كيف تكون حاله؟ شهر، سجن شهر، ليس. فهناك يوجد حكم، إما جنة وإما نار وخلود، كيف تكون الأحوال؟ فالعلماء قالوا الإنسان عندما يقوم من القبر ولو كان يعذب بالنسبة لما يراه من أهوال يوم القيامة ينسى ما كان فيه. هذا أحد ما قيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، يعني أهوال. ماذا قال الله تعالى عن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، والله عز وجل قال في آية أخرى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيله. فواحد شيخنا يوم القيامة، كم يحب الإنسان ولده، ولدك أن تتخيل الآن كم تحب هذا الولد، من هول يوم القيامة تقول يا رب خذه إلى جهنم مكاني. هذا يصور لك ما يراه الإنسان يوم القيامة. شيء ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يعني يرى الإنسان زوجته، يرى ابنه، يرى كذا، لا يسأل، لا يسأل، يسأل عن نفسه فقط. فهذا اليوم يمكن ينسي الإنسان ما كان يوجد، كان في قبره حيات يوجد. لكن هنا والله أنا يعني سمعت مسألة جميلة جدا شيخنا، لماذا في الآية الأولى الله عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، أما في الآية الأخرى لا يوجد أمه وأبوه؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، لا يوجد أم وأب. والله هذا فيها إعجاز عجيب يا شيخ. هناك يفر، إنسان يفر، يرى أمه أباه يفر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، تمام. أما هناك لاحظ، عرف أنه من أهل جهنم والعياذ بالله، يريد أن يفتدي. لاحظ، لا يستطيع أن يقول يا رب خذ أمي وأبي، لأن المطلوب منه أن يبر أمه وأباه، فلا يمكن الله عز وجل، بالعكس لو قال يا رب خذ مكاني أمي وأبي يمكن يعلم أن الله يغضب عليه بزيادة. لاحظوا إلى بر الوالدين، لا يمكن الإنسان أن يتقرب إلى الله بمعصية الله، لأن الإنسان ماذا عليه؟ أن يحترم والديه. فيمكن الله لو قال لله يا رب خذ أمي وأبي وأدخلهم مكاني جهنم، يقول الله له أنت تستحق الرحمة؟ أنت، أنا طلبت منك أن تحترم أمك وأباك، الآن تقول خذهما مكاني إلى جهنم. أنت تستحق 100 جهنم، يعني لو ما كنت تستحق جهنم بهذا تستحق جهنم. فلا يمكن للإنسان يوم القيامة أن يقول لله والله أفتدي أنا نفسي بأمي، لا يستطيع، لأنه يعلم أن هذا يغضب الرب سبحانه وتعالى، هذا يغضب الرب. أما هناك ما في مشكلة، هو يفر من الكل والله، يعني نعم شيء عجيب، شيء عجيب. نعم، قال ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لقوله الشذوذ هذا هو ترك الجماعة والانفراد بأقوال، انفراد بأقوال خالف كل من كان قبله. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من شذ إلى النار، يعني من ترك الجماعة وانفرد يقينا هو الخطأ. ولذلك ماذا قالوا في تعريف الشاذ الحديث؟ وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ، وفي البيقونية وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. فإذا واحد يخالف الجماعة يكون شاذا في قوله. نعم، فإنسان ينفرد بأقوال يخرج بها عن الجماعة، نعم هذا يكون شاذا، وقوله غير مقبول أبدا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ملازمة اتباع الجماعة، ونهى عن اتباع محدثات الأمور ومفارقة الجماعة. روي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذات يوم أقبل علينا بوجهه، هذا الحديث في الأربعين النووية، هذا عن العرباض بن سارية. نعم، فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون، يعني بكوا، ووجلت منها القلوب، نعم خافت يعني. فقال الرجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، يعني كأنك تريد أن تسافر يا رسول، أن تغادر الدنيا، فماذا تعهد إلينا، يعني بماذا توصينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. نعم، يعني وإن كان المتأمر عليكم عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا نعم كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي آخر أسنان الإنسان في الداخل، آخر شيء. فهذا كناية عن ماذا؟ عن التمسك الشديد، لأن الإنسان إذا يريد أن يتمسك بشيء يعض عليه لا يمسكه هكذا من هنا، تمام؟ فمثلا لو عندك شيء، أنتم كنتم أطفال تلعبون وأحدهم يريد أن يأخذ أشياءك، فأنت تعض في الآخر، يعني ليس هنا، هنا ممكن يخرج بسرعة. نعم، نعم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أخرجه أبو داود والترمذي. نعم، هذا الحديث يحتج به على وجهه. الخطأ أنهم يحتجون على كل من ما لم يفعله النبي، يقول عليه الصلاة والسلام، يقولون هو بدعة، وهذا غير صحيح أبدا. ما هي البدعة؟ هي كل شيء جديد لا يدخل تحت أصل من أصول الإسلام، هذه بدعة. أما الصحابة فعلوا أشياء ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قلنا جمعوا القرآن، وسيدنا عمر لما أخذ سواد العراق كان في الأصل المسلمون لما كانوا يفتحون أرضا الأرض تقسم على المجاهدين، خمس لله ورسوله والفقراء وكذا، وأربعة أخماس على من؟ على المجاهدين. جاء سيدنا عمر أوقف هذا. طيب هذه بدعة؟ أجمع الصحابة عليه، أوقف هذا، قال هذه الأرض، كان جريئا رضي الله عنه، هذه الأرض للدولة. لما فتحوا سواد العراق أوف، يعني كل واحد يأخذ مدينة. لا قال هذه كيف كل شيء؟ الدولة أصبحت الآن تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى جيوش، تحتاج إلى كان في الأول شيء، كيف الحرب كان في يا خيل الله اركبي، كل صحابي يأخذ سيفه وفرسه أو مشيا، خلاص هذا عدة الجيش. أما الآن أصبح الجيش 100,000، يحتاجون طعاما ويحتاجون شرابا ويحتاجون انتقال ويحتاجون معاشات ويحتاجون إلى كذا وكذا. فإذا سيدنا عمر فعل هذا ووافق الصحابة الكرام، هل نقول والله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ لا يمكن. ما هي البدعة؟ هي كل شيء جديد ولا يدخل تحت أي أصل من أصول الدين. فالشيء إذا كان مشروعا بأصله مهما فعل بأي صورة يفعل ما في مشكلة. يعني مولانا التعليم مشروع، طيب كان التعليم بالمسجد تعليم القرآن، الآن يتعلم في المدارس، يتعلم على الإنترنت، يتعلم على التليفون، ما في مشكلة، خلص أصله مشروع. وهكذا. نعم. هل هناك صور للبدع المعاصرة؟ طبعا، يعني كل قول خالف الجماعة هذا بدعة. ولذلك انتبه الآن، أهل الفرق كلهم ماذا يقال؟ أهل الأهواء والبدع. فكل قول مخالف لجماعة المسلمين إن لم يكن كفرا فهو بدعة. شيخنا هؤلاء الفرق، المعتزلة والشيعة وغيرهم، ما اسمهم؟ أهل الأهواء والبدع. ولذلك يقال لك من أنكر هذا كفر، ومن أنكر هذا ابتدع، بدع. نعم. هذا التعريف اللي يدخل الشيخ محمد بن جابور، البدعة هو الذي يرفع السنة، شيء من السنة. طبعا. مثلا الشقة، يعني يرفع العمامة هو بدعة. ما هو؟ الشقة ما هو؟ قناع شيخ. ها نعم. فإذا ما يخالف إخواننا هذا قانون عام، كل قول يخالف الجماعة هذا بدعة، لأن الجماعة لا يمكن أن يجتمعوا إلا على سنة. فكل الفرق اسمها فرق البدعة. هذا ضابط جدا مهم. قل تريد أن تسأل فيه في لسانك. صورا معاصرة سيدي اللباس هذا يعني بما أن الأستاذ قال كل شيء يرفع السنة فهو بدعة، فهل هذا اللباس هو بدعة أم هذا عليه عموم المسلمين؟ شيخنا بالنسبة لللباس، باللباس الإسلام لم يحدد شيئا معينا، الإسلام حدد أوصاف معينة في اللباس، حدد أوصاف معينة. فلباسكم أنتم سنة، لباس الجزائر يختلف عنكم لكن سنة، الذي يلبسه المسلمون الشيوخ مثلا. باكستان مختلف، موريتانيا مختلف، أندونيسيا مختلف. كل شيء كان واسعا يليق بالرجال كذا، هذا سنة. يعني لباسكم أيضا سنة، الحمد لله. والله إن شاء الله الحمد لله. يعني هذا أول تركي يعترف بلباسنا أنه سنة. الجلابية واسعة والعمامة والنظارة واللحية ما شاء الله. النظارة سنة. هذا من المبالغة، نعم، من الغلو. نعم سيدي، الله يحفظكم. فوالله يا أسيادنا، يعني مثلا لو ذهبت إلى أندونيسيا، العمامة هذه ضع هذه عندهم، يمكن يسخرون منهم. عندهم تعرفون الطاقية الأندونيسية هذه الطويلة، ما في مشكلة، ستر رأسه ما في مشكلة. ممكن تكون أنت يعني أكثر درجة منه. علماؤهم أيضا هكذا؟ طبعا علماؤهم، لا أحد. يعني الآن حتى في السعودية يقولون، بغض النظر الآن وهابية غير وهابية، يقولون العمامة سنة. لكن هذا عندنا الآن لباس شهرة، يعني إذا عالم يلبسه يضحكون عليه. لباس شهرة، تمام. فإذا أسيادنا هم يقولون هكذا، يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة ولا ينكرون هذا. فالمهم إخواننا، لا تضيقوا واسعا، لا تضيقوا واسعا. أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، أنت تلبس العمامة، أنت في أحسن حال، تمام. ولكن من لا يلبس العمامة لا نقول هذا مبتدع، تمام. طالما أو من لا يلبس هذه الجبة المعينة، مثلا جبتكم هكذا، جبتنا طويلة نحن، تمام، جبة هذا كذا. علماء يلبسون جاكيت طويل إلى آخره كذا. طالما الإسلام وضع لباسا معينا فضفاضا يليق بالرجال، نعم. وبالنسبة للألوان، نعم، أحسنه ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم البياض والسواد إلى آخره. لكن هذا أيضا يتبع العرف. يعني لو رأيت والله أنت في إفريقيا يلبسون الثوب الأخضر أو الثوب الأحمر أو لا تبدعهم شيخنا. الله عز وجل قال خذ العفو وأمر بالعرف. إذ هكذا العرف. لو يلبس شيخنا، لو تلبسه ثوبا أسود يمكن يضحكون عليه، يعني تمام. فأنتم الآن هنا معتادون على هذا. هذا الشروال لو تذهب إلى سوريا، تمام، وتعطي الشيوخ على كل شروال $1000 وقل له البسه من بيتك إلى المسجد، يقول لا والله لا أستطيع، والله يضحكون علي. الأسبوع القادم نحن نعطيكم $1000 من البيت إلى هنا سروال، تمام. إذا $1000 وفي الليل، تمام. لا والله ليس في الليل. المشكلة من يلبس السروال عندنا سيدي؟ إيه. أنتم في السويداء وهكذا. نعم. يعني تعرفون هذه. إيه يعني يقصد عندنا. الدروز هم الذين يلبسون هذا. لذلك اللباس ليس علامة على أحد، تمام؟ أما المسلم لباسه ينبغي أن يكون لائقا بالرجال موافقا للسنة. ما معنى موافق للسنة؟ ساترا الرأس، تمام، وفضفاض ويليق به. هذا هو. قد أنا والله أخالف في مسألة يعني هذا ما اسمها؟ إيه، تمام. هذا أنا لست معه، كأنه هذا شعار، يعني لا نقول والله هذا من العرف الآن، من العرف، هذا لا ندخله في العرف لأنه ليس له معنى. الله تعالى إلا يمكن تقليد، الله أعلم. المهم هذا. والنساء أيضا، النساء لا يمكن أن تربط نساء المسلمين كلهم في لباس، مستحيل. فماذا نقول؟ ما هو السنة؟ السنة هو أكثر لباس يمنع الفتنة. كلما كان يمنع الفتنة كان أقرب إلى السنة، أيا كان شكله، أيا كان شكله. المهم يظهر المرأة في شكل لا يلفت النظر أبدا. لذلك والله نحن، أنا أعترف بهذا، نحن لباس النساء الأتراك أحسن من لباس يعني كثير من الشعوب العربية المتسترات. يعني هذا الجلباب التي تلبسه نساء، شيخنا اللباس الذي تلبسه نساؤنا يعني يحجم الجسم وإن كان ساترا من الأعلى إلى الأسفل. نعم، فهذا ما، نعم، كان هذا الذي تلبسه نساؤكم كان معلوما عندنا في سوريا قبل 50 سنة أو 40 سنة، حتى كان يقال له الغطى العرباني. لا أقصد ماذا يقصدون، يعني نسبة إلى عربين أظن، نسبة في عربين. كان قبل زمن النساء كلها، طبعا كل البلاد، والله أنا في بلدتي كان مستحيل أن ترى بنت فوق الابتدائي، يعني 11 سنة، إلا تستر وجهها أبدا. هذا أنا مستحيل. أنت تسير في القرية كلها ترى بنت فوق، يعني تخرجت من الابتدائي 11 سنة ووجهها أبدا لا يمكن. حتى النصارى كنا هكذا، والله النصارى هكذا. خلاص، هذا لباس البلد، لا نخالف. نصرانية تضع يعني هذا الكلام، والله أنا يعني هذا الكلام في بلدتنا في قرانا طبعا يختلف بين لا 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 شيخنا، لا أتكلم عن المدن. قرية يلدة مثلا بعيدة عن دمشق، كم بعيدة؟ ملاصقة، لا يوجد، يعني المتحلق الجنوبي هنا دمشق، وبعيد يعني 2 كيلومتر. هنا كانت هذا الكلام قبل 30 سنة، ما كنت، أو 35 سنة، ما كنت ترى بنتا بعد 1 تكشف وجهها. أما قبل 11 بسبب المدرسة الابتدائي تذهب إلى المدرسة تلبس الحجاب هكذا. نعم، فالمهم يعني يا إخواننا بالنسبة للشرع لا تستطيع أن تقول والله أنا لباسي ولباس والله أفغانستان، باكستان، الهند، أندونيسيا، هؤلاء كلهم أصحاب بدعة. لا يمكن. يمكن؟ تمام؟ لا يمكن. ممكن تكون أنت أحسن حالا، تمام؟ فهذا هو بالنسبة للباس. أجمع العلماء أنه له أوصاف وليس له شكل معين، للرجال وللنساء ينبغي كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. لو كان ساترا كاملا إذا لونه غير مناسب هذا لا يجوز. والله أنا مرة قلت لهم لك إذا كانت البقرة جميلة لونها جميل تسر الناظرين كيف النساء؟ يعني الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فإذا بقرة لونها جميل الله قال، والله على المنبر قلت لهم هذا الكلام، لك كيف امرأة وتلبس ثياب صفراء وحمراء وكيف لا تسر الناظرين؟ الله. نعم. واضح مولانا؟ نعم. بقي عندنا نقرأ قليلا شيخ يوسف بعد إذنك. نعم. ونحب أهل العدل والأمانة. طبعا لاحظوا يا إخواننا الحب والبغض، كيف الله، الحب والبغض انفعالان ليس فعلين، أرجوكم انتبهوا إلى هذا. الحب والبغض فعل أو انفعال؟ يعني هل يحصل بإرادتك أو بدون إرادة؟ الحب بغير إرادة، طبعا بغير إرادة. طيب كيف هنا يأمرنا أن نحب كذا ولا نحب كذا؟ مثلا أنا أحبكم، تمام، هذا من الله. والله من لا يحبك يا شيخ؟ يكفي أنك جمعتنا مع هؤلاء الإخوة، جزاك الله خيرا. نعم. أنا يا شيخ يوسف إن شاء الله أمام الكاميرا أنا معك إلى الموت إن شاء الله عز وجل، أنا خادمك، أستغفر الله حتى الموت، أستغفر الله. فالمهم لاحظ الآن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، صح؟ طيب إذا أنا لا أحب هذا كيف أستطيع أن أحب؟ ليس بيدي. كيف الله عز وجل يقول أحب كذا ولا تحب كذا؟ واضح مولا؟ مع أن الحب انفعال لا يملك الإنسان لا فعله ولا دفعه. واضح مولانا؟ إذن كيف يقول؟ لاحظوا مولانا، الانفعال، الانفعالات النفسية هي التي تحصل لك بدون إرادتك، مثل الغضب. يعني لو حصل أمامك شيء أنت تغضب، أنت يلا لو تريد أن لا تغضب تستطيع؟ لا تستطيع. أما المشي فعل، تريد تمشي تمشي، لا تريد أن تمشي لا تمشي، تريد أن تأكل تأكل. ما أما الانفعالات، الغضب، الغيرة، إنسان نظر إلى زوجتي عندي أنا انفعال، يعني يحصل لي انزعاج بدون أريد أو لا أريد، هذه انفعالات. والحب والبغض هكذا. طيب كيف يأمرنا؟ لاحظوا هنا يوجد أمر في غاية الدقة. ما هو؟ أن دائما الحب بحسب التربية. يعني أنت ربيت على حب الحجاب، تجد أنت تحب الحجاب. هذه البنت الأخرى ربيت على بغض الحجاب، فتخرج هي، يعني إذا رأت امرأة، الآن في بريطانيا اليوم رأيت أنا بعيني في الفيديو بنت صغيرة عمرها يمكن 15 تضع حجاب، 10 في المترو ضربوها وطردوها، عينها أصبحت هكذا. لماذا حصل عندهم هذا الانفعال والغضب؟ لأنهم رأوا الحجاب، مع أنه يمكن يقول هذا انفعال ليس بيدهم كذا، لا. فهنا ينبغي مولانا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى، أو الله يدعونا إلى ماذا؟ إلى التربية. أنت إذا تريد أن تنشأ، أن تحب، لاحظ مثلا نحن الحمد لله تجد أن المسلمين أهل السنة يحبون الصحابة بالفطرة. تجد إذا ذكر الصحابي أي صحابي نعرفه لا نعرفه رضي الله عنه، هذا بسبب ماذا؟ تربية. عند الشيعة بالعكس، إذا ذكر الصحابة كأنه ذكر إبليس، بحسب ماذا؟ تربية. شيخنا إذن مولانا التربية جدا مهمة في بناء العقائد، في بناء تربية القلب، ما يحب وما يبغض. هذا وإلا الله لا يمكن أن يأمرنا بماذا؟ بشيء لا نستطيعه. هل أمر؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعدل في الحب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعدل في الحب بين زوجاته، أليس مطلوب أن يعدل؟ فكان يعدل في الأمور الخارجية ويقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. تمام؟ ولذلك ولن تستطيعوا، انتبه، بعض الناس ماذا يقول؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا لا تستطيع أن تعدل بين نسائك تزوج واحدة فقط. ثم قال في الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قالوا ها الله يقول لن تستطيعوا، إذن لا يجوز إلا واحدة. بعضهم من هنا استنبط أنه في القرآن لا يجوز إلا واحدة. لا، هنا يتكلم فإن خفتم ألا تعدلوا في الأمور الخارجية لا تتزوج إلا واحدة، لكن لن تستطيع أن تعدل في الأمور القلبية يا شيخنا، وإلا يكون القرآن متناقض. واضح مولانا؟ فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر، أو القرآن الكريم يأمرنا أن نحب كذا وأن نبغض، هذا يرجع إلى التربية. نعم، لذلك قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أراد بأهل العدل والأمانة طبعا أولا السلاطين والولاة، بعد كل إنسان عنده عدالة وعنده أمانة. أراد بأهل العدل والأمانة أهل الحق من أهل السنة والجماعة المتمسكين بالعدل وأداء ما يجب عليهم من الأمانة من الولاة والسلاطين، بل ومن كل إنسان، كل إنسان عنده أمانة. نعم، وأراد بأهل الخيانة أهل الخلاف والجور، أهل الخلاف. نعم، والجور البغي والفساد. لاحظ عندكم ماذا؟ والجور شيخنا، ولكن هناك والجور يجب أن يقول. نعم، البغي لذلك يجب أن يقول وأراد بأهل الخيانة. عندكم ماذا؟ لا ليس، اقرأ العبارة كلها. وأراد بأهل الخيانة أهل الخلاف والجور البغية. مفهوم مفهوم طبعا، بالجور طبعا، يعني والجور هو البغي والفساد والخيانة فيما يجب عليهم من الحقوق الجائرين من الولاة. نعم، والمراد بحبهم وبغضهم حب أفعالهم وبغض أفعالهم. نعم، لا بغض ذواتهم. طبعا المسلم لا يكره أحدا لذاته. لاحظ الفرق بين الحب في الله والبغض في الله أو الحب لغير الله. لاحظ شيخنا، إذا أنت لا تحب هذا الإنسان ولو كان محترما، هذا حقد. أما إذا أنت تكره فيه فقط الخطأ وإن تاب تقول هذا على رأسي، هذا الحب لله. لوط عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ إني لعملكم من القالين. أما والله لو تتوبون الآن أنتم عيوني. فلاحظ بعض الناس أصحاب الحقد يقول أنا لا أحب فلان ولو تكلم بالقرآن، لا أحبه يا أخي لا أحبه. هذا حسد وغل وحقد إلى آخره. لا 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 نتكلم الآن عن هذا، هذا خطأ جسيم. هذا ما علامة تقول أنا لا أحبه في الله؟ إذن يجب أن لا تحب عمله، بمعنى أنه لو تاب وكذا يصبح، والحمد لله المسلمون هكذا. يعني يوجد إنسان أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل فيلم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمسلمون كرهوا هذا الإنسان وهدروا دمه، ثم بعد ذلك هو أسلم، فكلنا ننشر صوره ونقول فلان أسلم والحمد لله نعم حقيقة نعم 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 منذ زمن قليل. افتح أنت، أظن اسمى الفيلم الفتنة، فيلم الهولندي أظن، نعم سماه، ثم بعد ذلك أسلم. يا إخواننا كثير من الناس كان سبب إسلامهم ما هو؟ البحث عن خطأ، فما وجدوا خطأ، يعني اشتغلوا بالقرآن زمانا طويلا من أجل أن يجدوا أخطاءه، يظنون مثل التوراة والإنجيل فآمنوا. نعم. وقد أمر الله تعالى بالعدل فيكون محبوبا، ونهى عن البغي والجور فيكون مبغوضا. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ونقول نعم، بقي قليل إن شاء الله نقف بعد هذه المسألة. ونقول الله أعلم متى فيما اشتبه علينا علمه. يوجد شيء، يوجد آيات متشابهات لا يمكن أن نعلم معناها، نقول الله أعلم، نؤمن ونقول الله أعلم مع التنزيه، مع التنزيه. نعم. إذن فهمنا العبارة، ونقول فيما اشتبه علينا علمه الله أعلم. إنما ذكر هذا لئلا يقع في الشك فيما ذكرنا من العقائد السابقة في العقيدة الطحاوية، عندما يشتبه عليه شيء أو يعتريه سؤال ولا يمكن دفعه. أحيانا تأتي مثلا يقال لك كيف الله يرى وليس جسما، يشككك الله ليس جسما، آمنت كيف يرى؟ قل الله أعلم. هنا قل الله أعلم. كيف الله تعالى يخلق من العدم؟ يخلق من العدم، ما في مشكلة، عدم كيف يوجد شيء؟ قل الله أعلم، ما استطعت أن تجيب. والله الإمام الرازي يا إخواننا أجاب في أول سورة النساء. خذوا هذه الفائدة من الإمام الرازي حتى، لأن بعض الناس لا يصدق أنه يوجد شيء من العدم، يقولون العالم قديم والأشياء. إمام الرازي تكلم بكلمة جميلة جدا وسهلة، لأن الطبيعيون ماذا يقولون؟ يقولون مثلا الله خلق آدم من تراب، ثم خلق زوجه منه، ثم خلق أولاده منهم. إذن لا يوجد شيء من لا شيء، لا يوجد شيء من، ونحن عقيدتنا قائمة على ماذا؟ أن كل شيء مخلوق من العدم. تمام، لكن ممكن يقولون من تجمع كذا وكذا 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 إلى آخره. لأن الآية هو الإمام الرازي تكلم عن هذا الكلام في أول سورة النساء. تمام؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالإمام الرازي رحمه الله قال انتبه الآن، الشيء الثاني المخلوق من الأول هل هو عينه أو غيره؟ احتمالا إما عينه أو إما عينه وإما غيره، صح؟ فمثلا آدم إذا كان هو التراب إذن آدم لم يوجد، مولانا مثلا الدجاجة تخرج من البيضة، نقول هل الدجاجة هذا الشيء الثاني هل هو نفس البيضة أو غيرها؟ غيرها. إن قلنا يوجد جوابان، إن قلنا عينها، إن قلنا هي عينها يعني الدجاجة إذن ما زالت بيضة، ما خلق شيء، ما خلق شيء. تمام؟ وإن قلنا غيرها فهي وجدت من العدم وليست منها. وإن قلنا هي غيرها أو هي غيرها عفوا، إن قلنا هي غيرها فإذا هي وجدت من العدم. والله هذا واضح يا إخوانا في البيض. طيب البيضة كانت هكذا ثم خرج شيء أكبر منها. نعم. أو يعتريه سؤال ولا يمكن دفعه، فحينئذ يجب عليه أن يفوض أمر ذلك وعلمه إلى الله، فإنه هو العالم بحقائق، نعم، بحقائق الأشياء. قال الله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا يمكن للبشر معرفة كنه دقائق الأشياء وحقائقها إلا بتعليم وإلهام وتوفيق من الله، فإن الملائكة مع صفاء جواهرهم، مولانا نحن مخلوقون من أجسام كثيفة غير صافية، الملائكة أجسام ولكن أجسام صافية أنوار، نعم، صافي صافي، لا يوجد كثافة مثلنا نحن، جسمنا كثيف، نحن جسمه لطيف لكن هو جسم، لكن يوجد فيه صفاء. مولانا يعني مثل ماذا؟ مثل ما تقول الزجاج وهذا الجسم كم يوجد فرق؟ هذا لذلك الجوهر متى يكون غاليا؟ كلما كان صافيا ليس فيه شوائب، أنت تعرف بهذه الأمور. نعم. فإن الملائكة مع صفاء جواهرهم اعترفوا بالعجز عن العلم من ذواتهم، يعني من داخلهم لا يعلمون شيئا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، نعم، حيث قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكيف البشر مع شواغلهم عن التوجه إلى جناب القدس؟ هو كتب التوحيد، التوجه أحسن، مع شواغلهم عن التوجه إلى جناب القدس إلى الله تعالى، يعني الإنسان غافل عن الله. نعم. وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني مع كل هذا كيف يعلم الإنسان دقائق الأمور؟ أولا الإنسان، لذلك الفلاسفة يحاولون أن يتعلموا بماذا؟ بتصفية أنفسهم بالرياضات، لا يأكلون لا يشربون، يذهبون عن الدنيا، يبتعدون، لا يتلذذون، يحاولون أن يصفوا أنفسهم، أن يكونوا ملائكيين. فلاسفة كانت هذه طريقتهم، وفي الأشياء التي لا تحتاج إلى وحي حقيقة أبدعوا. لكن بماذا كفروا؟ لما تكلموا فيما وراء المحسوس. هذا ينبغي أن نسمع إلى الوحي، ما سمعوا. نعم. فإن عقول البشر قاصرة عن إدراك كثير من الأشياء، فإذا اشتبه، نعم اشتبه عليه شيء، كأنه يوجد خطأ هنا، اشتبه، نعم بالعكس، عليه شيء يجب أن يفوض علم ذلك إلى الله ويقول الله أعلم، لقوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والحمد لله رب العالمين.